بسم الله الرحمن الرحيم. العرائش اون فو اليوم واحد الجوله ليليه خاصه اللي انقذكم فيها في حد نديروا شي دوره في المدينه كترصدوا الساعه الاغلاق. الساعه الاغلاق وما دا التزام ديال التجار ونديروا دوره في المدينه ونشوفوا الناس. اغلبيه في هذه الاوقات هذو كلشي كيلتزم للمنازل ديالو. الان كندوزوا من حدا المحطه ديال الكرة القديمه والمحطه التاريخيه اللي باقا طايلها النسيان. المحطة باقي ما تصميم احد الاكشاك هنا لداخل، هنا باقي ما استافدوشي. كاين شي اخوان اللي قدامين هنايا في هاد المحطة باقي الان ما استافدوش من المحلات ولا كيوسكات. وانتم كتشوفوا الكيوسكات كيتفرقوا في مدينة العلايش والناس اللي كتستافد منها والو ما تلقاتش. ولكن ألف تحية وشكر للسيد العامل الإقليمي بالعرائش اللي قام بالتوقيف لهاد الرخص لهاد الكيوسكات. حنا الآن هو دين الشارع ديال سوق سبتة، هنا عاودتي المدينة ما درتيش دورة سوق سبتة بحال اللي ما درتي والو. قيصرية سوق سبتة هاد القيصرية التاريخية معروفة بالملابس السبرديلات. اللي ما شراش النايكا ولا شرا اديداس ولا شرا رايبوك من سوق سبتة ما شرا والو. تكيت مار تشاندار سروال هنا. الان الشارع ديال السنترو ديال المدينة. ولكن اليوم انتم كتعرفوا واحد اليوم الاثنين ما كاينش شي البشر كيتمشى ماشي بحال السبت الحاد. قيصرية الفاسي اللي معروفة بالملابس التقليدية. الان ندخلوا بحالنا شارع الشوفوني ديال الباسيو. لا اليوم كنشوفوا الساكنه قليله كتسارع في المدينه. المهم البروجيكتورات كما قلنا هما تداروا المطلب اللي كنا تصلنا. ندوز شي دويره لجهه كيرينتي وغلاله شارع الجوع كما كان يقول. لا زال يعيش هذا الشارع هذا في التهميش. هذا شارع الجوع اللي كان يتباع فيه غلاله كاسكروطات كيرينتي اللي كان بين جوج سينمات، سينما أبينيدا وسينما سيني ديال. إلا ما عاودتيش المدينة وكليتي كيرينتي عند عبد واحد راه ما كان وكل والو. هاهو عبد واحد تاهو شاد هاهو فين هو. كيسيق وجماع. ولا ما كليتيش كيرينتي وغلالة ما عاودتيش المدينة معروفة عندنا. كل عريشي لما هوش كل مدينة وكل كارينتي وكل الشامية ما عند بامو الشامية اللي كيكون في هذا المكان هذا. كليتي والو. كنيسة الآن كندوزو حداها. دابا حنا في باسيو كما قلنا البروجيكتور تركبو باش ضوو هاد الشارع بير اللي كان كيعاني. دوزنا هادي واحد تلت أيام ولا ربع أيام منه كان شارع مظلم 100%. والآن الحمد لله دارت واحد الحلول ترقيعية قبل ما يدارو هاد الصريات اللي كاينة في الأرض يدار لهم الماتريال ديالهم انستالاسيون ديالهم خارج الأرض. كنديرو هاد البروجيكتورات كحلول إضاءة للشارع يعني باش ميبقاش الظلام مدينة هنايا. المهم دارو هاد البروجيكتورات واخا عشوائيا ولكن المهم بعدا بعدا. حنا خرجنا لروبو المدينة مدينة العرائش معروفة بعد أي شتيوة كدوز كتغسل كتولي رائعة رائعة باش أنك دير دويرة فيها. أنا راه بوان ديال المدينة. حنا الآن في الرونبوان ديال المدينة ساحة التحرير التاريخية. بعد ما طاحت الشتيوة ضربت لها واحد الغسيلة مزيونة. البلدية ما كتغسلها شي ولكن الشاد مولانا كتغسلها. اليوم غندير بكم جولة كما قلنا ساحلية دوزو من منطقة باركو لانتيكو إلى الكورنا ندخل المدينة عاود. شارع القنصلية ظلام دامس 100%. كاين شي الضوء.
برد البرد قارس. أنا باركو لانتيكول، بحر هادئ، جو متن، الجو واقف، ما كاين لا مواج لا والو، الوقت واقف ولكن كاين البرد. شارع باسيو ديال المغارة، قاعة المغارة وقهوة باركو لانتيكول العربية. الشرفة الأطلسية، ندير طويلة معكم. اليوم على ما كنرصدوا ان الاجواء في المدينه تحركات قليله، يعني كيغض ان كيكون السبت الحاد كيكون شويه ديال كما كنسميوها الخينطي موجود. اليوم لا، اليوم ما كاين والو على حساب الناس، كلشي خدامه، كلشي كذا، كلشي كيعاود تندوض واحد طلع على الشرفه الاطلسيه ونطلعوا يعني واحد الكيوسكات كاين هنا عندنا، هاد المنظر هنايا مدير رائع. اللي ما حضرش وجا يشوف، شوف معنا عبر موقع بلاش انفو. هذا المنظر الجميل اللي مدير هنايا في الشرف الاطلسي، واخا متحشم ولكن بعدا شويه. تحياتي خير دوان، معك الشنتوف هو اللي كيصحبكم في هذه الجولة، الجولة الليلية. يعني لولا كورونا، لولا هاد الإجراءات، لكانت هاد الساحة هادي كانت متلئة بالساكنة. كانت بزاف الإجراءات الآن اللي هاد كورونا دارتها، يعني فرضت على الحكومة تا وقاية. الآن هنا واحد القاعة الألعاب كاين هنايا باركو لانتيكو، تاهي مهجورة من الأطفال ومن ضجيج الأطفال ومن اللاعب ديال الأطفال، كلها كإجراءات وقائية ديال هذه الساحة كانت هنا تحولت إلى قاعة الألعاب. هنا كان واحد الملعب ديال القرب ولكن كيبان لي تم التخريب ديالو، يعني كان ضيور بالكرياج مريب كلشي، ولكن العقلية كما قلنا قاموا بالتخريب ديالو، بقى عليه فضاء مفتوح. يا غزال بخير، او ميردا، هادي ايدي ديال جروبو دارجة ديال العريشيين، جروبو ايدي ديال امام مالك، من العرائش كتير اللي قرا في هاد المدرسة هادي، وكتير اللي دوز فيها تاريخ. منطقة ديال الريستات. الآن كندخلو المنطقة ديال السلعلة بن الحمد،
كاينه جداريات رائعه احد الجمعيات اللي نشطوا نزوقوا هذا الحائط اللي عطى واحد المنظر رائع. سيدي العلام بن احمد، مقبرة سيدي العلام بن احمد التاريخية. تحية السي مصطفى القنوني، مرحبا بك معنا في هذه الجولة الليلية اللي كنخدوها معكم. دائما كنرصدوا مدى احترام التجار في مدى توقيت الإغلاق. قبل دقائق قليلة قبل بداية الحضرة الجولة الليلية، الآن حنايا في المصلى سيد محمد السادس اللي تخام في المصلى. هاد المصلى هادي كانت معروفة بواحد الملعب ديال كرة القدم، وكانت المصلى ديال عيد الأضحى وعيد الصغير. وبجانب ديالها كاينة قرنة، هاد القرنة التاريخية اللي باقا الآن مقامش تم تقامو، باش هي هادي مجزرة قرنة. ما كتعاني واخا انها يعني واخا ندير لها الشروط ومعلقين واحد لي بلايك هنا، ولكن ليس بقرنة عصريه كان المعمول بها. هذه قصريه ديال السوق النموذجي، حسب اللي كاتبين ما كاين حتى شي نموذجي كيبان لينا. السوق النموذجي للقرنة اللي ما باقي ما عمرش. حنا الآن درنا معكم جولة ليلية ساحلية، دوزنا من منطقة غير البرد. أنا نخوض بكم رحلة إلى حي الناظور. الآن كنتواجدو منطقة جنوب سيناء إلى حي الناظور. الآن في حي الناظور، هذا الحي الشعبي اللي كنلاحظوا أن جميع المحلات محترمة القرار ديال الإغلاق. تواجد السكاني قليل في الشارع، نعم مواطنين قليلين شاريين في الشارع العام، لأن كلشي أغلبية التوقيت دابا ديال الحضرة الجوال عبيدة في التسعود. هادي مدينة سميتها بالعرائش، خويا حماد ديال الريفي ديالنا. هادي العرائش اخي حمادي، مرحبا بك معنا. حي الناظور، هاد الحي هذا اللي كيعني حتى هو لان كان شارع عام كيبان شارع جميل، ولكن لا زالت بعد ديور صفيحية هنا، البنية التحتية لا زالت ضعيفة. هنا راه في الأزقة حسب اللي كنشوفو هي ضعيفة، هنا كنشوفو في الصورة. هاد الشارع اللي أمامنا كيدخل لمبيكا، الآن نولي نطلب بحال اللي خيرو. هيا حتى هو كيعاني بزاف ديال الضاف الإضاءة، واخا كنشوفو كاين واحد اللوحة ديال إعادة تهيئة إعادة تهيئة حي الناظور، ولا زالت الأشغال بطيئة. كنمرو الآن أمام مدرسة ابن زيدون التي سننهي فيها هذا البث. مدرسة ابن زيدون، ايوا شكرا لكل واحد تبع معنا في هذا البث المباشر على صفحتكم دراج اونفو.